أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، رمضان مبارك سعيد من خلال قناة أخبار الفجر المغربية اللي غادي تسافر بكم إلى العاصمة الأوروبية بروكسل باش نشوفوا إخواننا المغاربة كيفاش كيقضيوا أجواء الرمضانية في منطقة مولمبيك، المنطقة المعروفة بكثافة السكانية للمغاربة. ساعات قليلة قبل الإفطار غادي نعيشوا مع إخواننا الجالية المغربية أجواء الرمضانية، يلا معنا. الله يبارك فيك لنا، بارك الله فيك، مبروك عبشركم. الله يبارك فيك، الصحة والسلامة وما تفوتوا إن شاء الله، ومرحبا بكم في بروكسل. بغينا نسولوك على الأجواء الرمضانية هنايا في بروكسل. والأجواء الرمضانية في بروكسل سيرتو حنا في هذا الحي اللي حنا فيه مولمبيك، راه بحال في المغرب، أنتم كتشوفوا كل شيء. الحاجة الوحيدة اللي كتفرقنا أي حاجة في المغرب كان موجودة هنا، كاين الفرق هو ديال الأثمنة. مثلا حنا كنتقداو دابا كما كنشوفوا المونغ ب 6 اورو، فلفل ب 4 اورو ديال المغرب نيت، المطيشات هي ديال المغرب راهي حتى واقيلا حتى هي 4 اورو. صار الاثمنه اللي كت اثمنه غاليه شويه، الاثمنه غاليه بزاف سيرتو هذا العام بحكم الطرونسبور، بحكم الديزل تزاد كلشي تزاد، دونك ولكن ما كناش ما عمرنا كنتوقعوا على ان مثلا بحال دابا المونغ بياسه وحده كدير 2 اورو، لافوكا اون سول بياس كدير 2 اورو، دونك لي بري سون فريمون اكسبلوز. شنو تبغي تقول اليوم من خلال قناه اخبار الفجر لاخواننا المغاربه في ارض الوطن؟ والمغاربه في ارض الوطن كنقول لهم كل عام وانتم بخير ان شاء الله، و أجواء رمضانية إن شاء الله هذه العشرة الأخيرة تكون بالسلامة وما تمناه إن شاء الله. هذا الشيء اللي كاين، ما كاينش شي حاجة زعما ما نضيف. شكرا. نباركوا لهم رمضان ونباركوا لهم خير. لالا مغربية؟ واه مغربية. تبارك الله. كيبارك فيك. مبروك العواشة. كيبارك فيك الحبيبة وربي يخليك ويطول عمرك. منين في المغرب؟ أنايا ريفية ولكن عايشة في وجدة. تبارك الله ربي يخليك. كيفاش كدوزوا الاجواء الرمضانيه هنايا في بروكسل؟ الحمد لله الخير موجود، بحال اللي رحنا في البلاد. هذاك الشيء كيبان لي بحال اللي رحنا في المغرب، كل شيء موجود، كل شيء الحق ما نكذبش عليك، بحال اللي رحنا يا في الاجواء نتاع هي مولمبيك، بحال اللي رحنا في المغرب. لان مولمبيك كنشوف عامره بالمغاربه. عامره بالمغاربه، مشيتي لمول الحوت لقيت المغرب، مشيتي للخضره، مشيتي ما كنقنطوش كاع في الفرنسي. تبارك الله. راني 9 سنين ما نعرفش كاع نهضر الفرنسي، غير المغربي غير العربيه الشلحه صافي، ورحنا الحمد لله. اليوم شنو تبغي تقولي لافامي ديالك في المغرب؟ نقول لهم راني مهنيه والحمد لله بحال اللي رحنا معاكم تما وتوحشناهم، ولكن شنو تبغي تقولي لاخوانك المغاربه في المغرب؟ الحمد لله، نقول لهم بابا حنا بحالكم كيف كيف، هو هي الجو نتاع العيد ماشي بحال الغربة. الغربة هذه هي العائلة. العائلة توحشوا العائلة، توحشوا بزاف الناس. كنتمناو أن كاع العائلات ديالنا يكونوا بصحة وسلامة، وكنباركوا لهم هذا الرمضان، إن شاء الله رمضان كريم عليهم. إن شاء الله نطلبوا لهم إن شاء الله السلامة والصحة والهنا وطويلة العمر.
حتى نتشافوا ان شاء الله. شكرا لله. ربي يخليك ربي يكفيك الحبيبه ديالي. كما كنشوفوا هنايا كاين مجموعه ديال اللباس المغربي كما كنشوفوا جلال بالقفاطن تكاش تبارك الله كل شيء متوفر هنايا بروكسل في مقاطعه مولامبيك المعروفه بالمغاربه كاين رواج كبير كاين منتوجات كاننا في الحي المحمدي ما كتنقص حتى شي حاجه كما كنشوفوا حتى من اللباس حتى من الاكل حتى من المنتجات المغربيه حتى من الناس الوجوه المغربيه كنشوفوها هنايا في مولامبيك كاننا في المغرب بالضبط. المنتجات المغربيه اللي كاينه هنا في مولامبيك كما كنشوفوا البلدي المغربي جلال القفاطين تكاش تبارك الله كل شيء متوفر. نسولوا الاخت اللي في المحل. السلام عليكم. رمضان مبارك سعيد. لك على هذه المنتجات تبارك الله اللي متوفر عندك هنايا واش كتجيبها من المغرب ولا كتخيط هنا في عينك؟ لا عندنا حسب طلبات. كيفاش كاين الرواج هنايا؟ كاين الرواج في رمضان اكثر بالنسبه دابا وي امام لافان في الاخر رمضان واش كيجي كيمشيو للعيد هنا باسي ديال العيد وهادشي يعني باقي الناس في اوروبا محافظين على الاصاله ديالنا والتقاليد ديالنا بلدي كيبقى ديما خدام الزلوب والبنات كيلبسوا تبارك الله اختي تبارك الله تبارك الله رمضان مبارك سعيد الله يبارك فيك اختي شنو تبغي تقولي للمغاربه من خلال قناه اخبار الفجر اهلا اختي رمضان مبارك سعيد الله يبارك فيك ان شاء الله كيفاش كدوزوا الاجواء ديال رمضان هنايا في بروكسل عايشين بحال الجو ديال المغرب الحمد لله كتسكني في مولامبيك وي لان مولامبيك منطقه بحال المغرب وي ما شاء الله ما شاء الله دونك ما كاينش احساس بالغربه لا الحمد لله كنحسوا براسنا بحال اللي في المغرب ما شاء الله شنو تبغي تقولي للاخوان في المغرب لا فامي ديالكم السلام على الجميع جميع العائله واش مبروكه لينا وليكم جميع المسلمين ان شاء الله ربي يخليك اختي مع السلامه كاين البسطيله معمره على كاع الاشكال المخامر كما كنشوفوا كاننا في المغرب بالضبط شوفوا هنايا معايا الشباكيه بجميع الاشكال المقروط تبارك الله البريوات كل شيء متوفر في مولامبيك واه السلام عليكم السلام رمضان مبارك سعيد الله يبارك فيك كي دايرين مع الاجواء ديال رمضان الاجواء مزيانه كما كنشوفوا عندكم الملوي للرغايب كل شيء كيتخبز هنايا بحال ديك الشغل تاع المغرب كيفاش داير الرواج مزيان الحمد لله شكون هما الكليان ديالكم؟ عندنا كاين مغاربة كاين شي تاع الكوار هكا ولكن الأغلبية مغاربة أغلبية مغاربة تبارك الله عليكم كلشي كتوجدوا هنا كلشي هنايا تبارك الله ما شاء الله شكرا شنو تبغي تقول من خلال قناة الفجر المغربية لإخواننا في المغرب؟ رمضان مبارك وإن شاء الله العقبة اللي عندك العدس إن شاء الله إن شاء الله شكرا أهلا وسهلا السلام عليكم رمضان مبارك سعيد اهلا وسهلا بارك الله فيك انتوما من بروكسل؟ لا حنا من بلاصه مبارحه شنو كديروا في مولامبيك؟ كنجيو نتقداو داكشي كنحتاجو في رمضان حيت عندنا شي ماكازان تما شي يعني اللي كنحتاجو دابا قريب العيد كان شويه الدراري باش نعيشوا الاجواء ديال كيفاش كتعيشوا الاجواء ديال بحكم تما ما كاينش بزاف العرب شويه يعني ما كاينش الجو ديال رمضان كما مثلا هنايا في بريكسل اللي كتجي كتحس كنلقاو صعوبه بعض المناطق بعض المواد ما كنلقاوهمش تضطر تجي لبريكسل كخصنا نضطروا نجيو حتى لبريكسل باش نتقداو كاع الحاجات اللي نحتاجو فهمنا ونشدو في القرش ان شاء الله
شنو كتبغي تقولي بهاد المناسبة رمضان لإخواننا في المغرب؟ كنسلم عليهم كاملين وكنتمنى لهم عواشر مبروكة وإن شاء الله يصوموا ويعاودوا بالهنا وبراحة البال إن شاء الله نجمعوا ساعة إن شاء الله سعيدة عام قريب وكنتوحشوا المغرب بطبيعة الحال ولكن مع هاد خاصة في رمضان كنتوحشوا المغرب بزاف بأرض الأم وخاصة في المناسبات الدينية مثلا رمضان والعيد كتنقص كنقص تقريبا كل شيء الأجواء العائلة المواد يعني ديك الأتموسفير الأجواء هنايا مثلا مثلا هنايا كاين مثلا مساجد حنا عندنا ما كاينينش مثلا القديس وشي مثلا تراويح ما كايناش خاصة تجمعوا دوك الناس في بروكسل ما تيحسوش بهذا اقل هما كيبقى دائما المغرب ما كاينش بحالو كتبقى ديما شي حاجه ناقصه ولكن غير بروكسل عندهم امتيازات علينا ان موجودين المساجد الحمد لله وماشي كاع لي ريجيون كاين مناطق اللي ما فيهاش المسجد ولكن ماشي بعيد بروكسل كاين بنادم كيقدر يتنقل من مكان لمكان باش يدي الصلاه ديالو والتراويح اما حنا عندنا في فلندر بحال المدينه اللي تتكون فيها انا ما فيهاش مسجد المسجد الاول اللي خصني نمشي ليه يعني خصني نمشي حتى لاوستون ولا بويج عندك ما بين 30 حتى 35 كيلومتر هادي كتبقاو صعوبه صعيبه شنو تبغي تقول من خلال قناه الفجر المغربيه لاخواننا في المغرب؟ كنقول لهم تتمتعوا بداك الشيء اللي فيه لان لكن احسن من البلاد وخاصه خلينا البلاد واه الله شنو نقول لك الله يعمنا الامن دائما وخلينا شنو نقول لك مليكنا الله يحفظو اللي يعني ما خصنا من والو من الناحيه ديال الامن ومن ناحيه يعني مغاربه الحمد لله ما خاصهم والو شكرا لله بارك الله شكرا شكرا اخي رمضان مبارك سعيد علينا عليكم ان شاء الله بارك الله فيك كما كنشوفوا ما شاء الله هذه المبادره الخيريه اللي كنشوفوا هنا في مولمبيك بمناسبه رمضان شك رمضان كنديروا هذا الشيء هذا كنعملوا افطار الصائم للناس شنو الجمعيه اللي كدير هذا الافطار هذه الجمعيه ها هي مسميه جي اس سي فونداسيون جي اس سي سي صالون كافي ديال مارتي و ديال لا فونداسيون ا كوتي دو سا افيك لو ميم كنشوفوا بزاف ديال لي جون هادو متطوعين فوالا سا سي لا جونيس لا جونيس ديال بروكسل سا سون دي بينيفول كيجيو هنا كيجيو يعاونوا في سبيل الله وغادي لو بروشان ياخذوا جامع المسلمين شكون المستفيدين من هاد الافطار انا هو جو سوي لو ريسبونسابل ديال هاد الشيء هذا المستفيدين ديال اللي كيجيو هنايا كاين المغاربه كاين لي فري الجيريان كاين الناس ديال افريقيا كاين الناس دابا اوكرانيا كاين الناس ديال البوسني كاين الناس حاصل الناس من كل لي كوتي كيجيو هنا كتلقاو مساعدات مساعدات ماديه من اجل انجاح هذه المبادره الصراحه ربي المساعدات اللي كنجبروهم غير من عند الناس لي دون اللي عندنا تيجيو من عند الناس لي طال كيعاونوا ما كيعاوننا في حتى شي حاجه الا في لوتوريزاسيون دو فيغ هادشي هذا لي دون اللي عندنا اللي كيجيو عند الناس في سبيل الله فوالا هما كيجيبوا لنا داكشي في سبيل الله حنا اون كوزين داكشي اون بريبار داكشي وكنفرقوا كما كنشوفوا ما شاء الله المغاربه ديما عندهم البادره بادرة الخير والصدقة كما كنشوفوا مجموعة من الشباب الصغار اللي مكرسين الجهد ديالهم كما مكرسين هذه الجمعية الطاقة ديالهم والأموال ديالهم باش يعاونوا المسلمين في هذا رمضان كنتمنى أن كل واحد يدير يد في يد باش يكون الخير ماشي غير في رمضان يكون على طول السنة شكرا أستاذ شكرا بارك الله فيك هكذا تنتهي رحلتنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة أخبار الفجر المغربية المعروفة بالمغاربة في بروكسل عشنا معهم اللحظات الأخيرة قبل الإفطار من خلال قناة أخبار الفجر
كنقدموا لكم التحيه طاقم البرنامج مديحه ملاس وخلف الكاميرا جمال الدين قرباص.